قال عليه الصلاة والسلام: ولبث يوسف في السجن بضع سنين، ولو دعيت إلى ما دعي إليه لأجبت. لأن يوسف لم يجب في أول الأمر كما هو معروف من السورة. بالتالي فإن ما قاله عليه الصلاة والسلام عن يوسف إنما هو من باب بيان فضل يوسف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى من باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام.